حرية فرجلي ضد الإنجاب. حسيت تعاملي مع الحيوانات أسهل بكتير مع تعاملي مع البشر. أي حكم يجب تغييره ببرنامج الهواة. بريك علينا ومنكمل تلستار. رجعنا معكم مشاهدينا من البريك ومنكمل حلقتنا. حورية فرجلي ممثلة مصرية حلوة وجذابة، وما كان حدا بيتوقع يسمعها بيوم من الأيام عم بتطل وتقول بأنه هي ما تعرضت للمعاكسة بحياتها وما تقدم لها ولا عريس وما عندها رغبة أبدا بالإنجاب، وأصلا بعائلتها عندهم عادة استئصال الرحم على الأربعين. طبعا يا حرام، حرام ليه؟ هو ليه لحرام؟ الحمد لله. طب ما ممكن ربنا يعميكي. هقولك حرام، ربنا اداني حاجة انا مبسوطة بيها الحمد لله. بي سترونج، خليكي قوية، انت خليكي قوية، مفيش اي حاجة في الدنيا تكسرك ولا مخلوق لسه اتخلق انه يكسرك. تقولي الحمد لله على كل حاجة، وانا عايشة لوحدي ومحتاجة حب، فاشتريت كلاب، خيلي. حسيت تعاملي مع الحيوانات أسهل بكتير مع تعاملي مع البشر. مفيش واحدة هتيجي ترميلي كلمة تقولي يا حر. أنا بعد ما قلت إن أنا هشيل الرحم، عنده عندها كانسر ومش كانسر، وقال له كلام وأنا ما قلتش كده. مثل ما سمعته هيدي حالة حورية اللي حسيت بالشفقة تجاهها صراحة، لأنه من ضحايا التفكك العائلي اللي ترك فيها عقدة نفسية كبيرة.